شكله جميل جدا، واللون الفانيليا على الفانيليا ولون الشوكولات على الشوكولات. في بقى طريقة تاني ممكن نعمل العكس، عكس وكاس، يعني بدل ما اعمل كده شوكولات على شوكولات او فانيليا على فانيليا، عكس اعمل كده برضو، ده شكل مختلف. انا في البيت عندي بحب احط لها شوكولاتة بيضة من جوه وشوكولاتة سودا من بره، بتبقى شكلها جميل قوي. مش عايزين يعني يا مربى يا شوكولاتة، هي دي الحاجات اللي بتلعب فيها دايما في البيتي فور، ما فيهوش يعني اختراع تالت حاجة اجدد. يعني نعمل كده وهديها الوش اللي فوق ده شوكولاتة كده، ده شكل تاني برضو مختلف ينفع. بنعمل كده ايدينا لفوق كده علشان بس ايه اي حاجة من الشوكولاتة دي الزيادة تقع وخلاص كده، هي بتجمد في الهواء حتى مش محتاجة تدخل تلاجة، بتمسك فيه على طول. ده شكل تاني لو شوكولاتة بس، ده عكس كيس. حلو. ممكن بقى اهو برضو اهو نعمل، بصوا شكله جميل ازاي. عملنا دلوقتي اهو بالفستق بالمربى بالشوكولاتة، بصوا بقى شكله النهائي لما يتقدم كده بيتي معمول بالمنظر الهايل الجميل ده. بصوا المنظر، عيد عيد يعني، صح؟ لما تعمليه كده تقدميه لضيوفك انت اللي عاملاه وتكوني مزيناه وانت اللي مشكلاه، احلى جدا من ان انت تجيبيه على طول. ومالي ريحة الاستوديو طبعا، لو في بيت بقى يجمعنا كلنا كده زي انا ورضوى، ما قعدنا نعمله واحدة تزين واحدة تحطه في الفرن وواحدة تسيح الشوكولاتة، نشترك فيه كلنا مع بعض، يكون حلو قوي. بشكركم جدا واتمنى تكونوا النهارده استمتعتوا بالحلقه بتاعتي مع استاذه رضوى. بنشكر زيت زيتونه جدا، وبنشكر لولو هايبر ماركت على المقادير التحفه اللي طلعت لنا بيتي فور فريش جدا. بنشكر زيت زيتونه اللي اتاح لي الفرصه ان انا اطلع متسابقين بتوعي معايا. ميرسي جدا لحضرتك، شرفتيني ونورتيني وشاطره جدا. كنت مع حضرتك النهارده، ميرسي جدا. كل سنه وانتم طيبين، اتمنى تكون طريقه البيتي فور تكون سهله عليكم، تعملوها في العيد كلكم وتجربوها تقولوا لي رايكم على السوشيال ميديا. تستنوني في حلقه جديده من سفره دايمه. شكرا.